nigga die. Oh! Hold up! Hey, yo! Yo, 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 yo! La, 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 come on! كل ازيكم احلى خط في الدنيا وحشتونا يا جدعان. النهارده جاي لكم فيديو جديد. الفيديو عباره عن النهارده هنلعب مع حمو ابي يا جدعان. اكيد طبعا كلكم عارفين التحدي يا جدعان هيبقى كالاتي يا جدعان. اللي انا وجريندو عملناه هنعمله انا وحمو يا جدعان، اللي هو كل كله حمو هيجيبه عليا وانا وهو مكمبرين هياخد موتوسيكل يا جدعان. متخيلين لو جاب عليا 40 موتوسيكل يا جدعان هياخد 40 موتوسيكل، يا لهوي الرقم ده. فريب قبل ما تتفرج على الفيديو ده تصلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وننزل دلوقتي يا جدعان ندي لايك للفيديو دلوقتي احنا ده عشان تكون من عيله ابو المعمين. ويارب لو انت اول مره تشوفني تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس وتنزل دلوقتي تدي لايك للفيديو دلوقتي احنا ده عشان تكون من عيله ابو ال ها ماشي سعاده. خلاص بابا يا جدعان هتلاقي اكونت الناس تحت في الديسكربشن وسيرفر الديسكورد ده تحت في الديسكربشن، ما تنسوش تدخل تروا عليا هناك. يلا يا جدعان اسيبكم سلام. حمو ايه يا اجهز بقى يا حمو علشان كل كل يا حمو بموتوسيكل هزلك بموتوسيكل يا ابن اللعيبه. تعالى يا ابو حمو. بص يا معلم اول حاجه لازم تجيبني الكل وانت نايم على الارض تمام، يعني اول ما تشوفني انت على الارض بسرعه بسنايبر. تيم ماتش ليتس جو. انا هلعب ام 4 الاول. لا بسنايبر احنا هنلعب سنايبر التحدي سنايبر. طب انا جبت ام 4 طيب تكمل ام 4 لحالها. فجر نفسك. ايه اللي فجر نفسك مش على الفاضي يا باشا. بنجر هات انتبه الاول. طب هات الاول هات الاول يا ابن اللعيب. الله يا مظبوط. تعال تجيبني الكل وانت نايم يا حمو. كل كله يا بموتوسيكل حمو لو جبتني هسميك برنس. لا 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 نايم نايم يا حمو نايم. يلا يلا نايم يلا تبقى نايم يا ابن اللعيبه. يا ابن اللعيبه انا اتفاجعت والله العظيم اتفاجعت يا ابني. شفت ردة الفعل اساسا؟ ايوه يا ابني جبني وانت نايم. ايوه تعالى يا حمو تعالى تعالى افعل لك بقى ثانية واحدة افعل لك شفرة الخنزرة. انت فين يا حمو؟ ليه؟ حمو فين يا جدعان؟ اوب ولا يو 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 يو. لا 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 حمو عيل صايع موتوسيكلين يا باشا مش هتعدي ال 10 كلات انسى. انت فين يا حمو؟ اشوفك يا حمو اشوفك. ايوه هوبا يا ابني والله ضرب الاول. يا لهوي يا يو 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 ايه بس. تعال يا ابو حمو تعال حمو انا اوبن اهو. اطلع منين ده؟ ابلع يا والله مديها لك. طب انت خدتها ولا لا؟ لا ابلع بامانه والله والله ما خدت حاجه. ده انت لعبك مقرف حبيبي والله تسلم. من المقرف. حمو قطع الخلف مش هتجوز خلاص. تعالى يا ابو على الخط ده بتشافك بتاخد الخوذه. تعالى تعالى مش هتفيدك مش هتفيدك. يو لا لا ابلع ياض ابلع ياض يا حمو يا مظبوط. اعملها تاني بقى الحركة دي وانا هلعب معاك. بص وريني يو ابلع 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 يا حمو. بقول لك يا اسطى ملك الكمبرة واحد بس يا اسطى. طب ما انت بتقول لي وانت نايم انا اتقرفت من لعب النوم ده. ما انت لازم وانت نايم يا باشا هو التحدي كده. ده ايه ده يا عم التحدي ده؟ حمو هتطلع تاخد على عيني. لا يا اسطى خنزير حمو الخنزير خمس حمو المظبوط المظبوط. اي 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 بس يا عمو اطلع اطلع اديك ملبس.
ايوه شايفك شايفك ايوه جيتك قاعده في ايدك يلا روح يلا تعالى هنا يا اسطى يا اسطى عيل الخنزير يا جدعان حمو برضه عين عليا فيكتور اخويا عين عليا اجيبك وانا واقف بس مش قادر مش هينفع تعال تعال يا يا اسطى يا يا خنزير بص نايم زي البطاطايه ازاي تعال تعال انا عرفت هتعمل لا وانت نايم يا اسطى ماشي يا عم انا واحد بقرب يا عم تعال بقى تعال يا اطلع يا اطلع بقى اشتغل راجل اطلع راجل اطلع لا راجل بقى ابلع بيقول لي لو راجل اطلع بقول له لو راجل بقى في الحالات اللي زي دي يا ابني الاستخبايه هي الحلوه يا ابني ده عمو هتطلع منين يو تطلع منين يو ولا فيكتور يا اسطى وربنا اتخضيت وربنا وربنا اتخضيت ما اعرفش انك هنا انا قلت اهبل وعدى قدام لا 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 تمن الموتوسيكلات حلوين عليك يا حمو بس مش هتجيب كل التانية يلا سؤالي اطلع بقى شايف دماغك اطلع يا اسطى الجليتش ليه مش عايز يتعمل اللي هو بتاع النطه وبنام في الأرض بنام وانا في الهوا اعمله لك بعدها استنى لا 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 half of the match is over and the يسطا. لا لا قول محمد ايه ده وقع ازاي وقع زي الجردل يا جدعان تعالى يا حمو يا اسطى ده انت مقرف ده انت مقرف واحكامك مقرفه اهو بلع واحده اهو مش هموت تعالى يا ابو حمد يا اسطى يا اسطى ما لحقتش ابوس كان هيجيبني الخنزير تعالى يا حمد بالزحلق لا 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 راجل اطلع ابلع انت عملت لك دودج يا حبيبي لا يطلع بقى التاني ام رقص تطلع يا عم انا ابش لك في العلاجات اللي زي دي ما تعملش فيها راجل يعني حمو التركي يقول ايه الحمو اللي مش تركي تعالى لا يا اسطى يخرب بيت القطعه والله انا كنت قاعده خد يا اسطى خد ايه اقعد خدها مظبوط في رجلك ازاي لك دودج شفت الدودج ايه رايك اسرع دودج في مصر الجريتش مش عايز يتعمل ليه بينط مش بيعمل جريتش بعملها بالبكره عندي بقول لك ازاي بعدين شفت 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 انت رحت فين يا اسطى والله كنت هنا حاجه ممكن تبقى انت قافل البرنامج بتاع الماوس يا حمو هو لازم افتح البرنامج عشان الجليتش يتعمل؟ ايوه بجد طب استنى كده ثواني استنى بس ما تموتش ثانيه بس ماشي مظبوط ثانيه ما تموتنيش انا سامع خطوات رجلك جنبي ما تخافش يا عم وانا يا حمو خنزير للدرجه دي انهي واحده؟ دي مش راضي يدخلنا في لا لو غلبت امك اتقل يا ميمون اتقل لا 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 حمو حمو محتاج دوج في القله يا اسطى اديتك واحده في القله ما متش ما مره معاك ومره معايا بقى هي الدنيا كده يا ابني انت مالك في ايه حمو انت فين ايوه شفتك شفتك مش هتجيبني طب يا جدعان دلوقتي المفروض ادي حمو 12 موتوسيكل يا جدعان حسب الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل تعالى يا عم 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 طب هو ما ينفعش اكتب حاجه لحمو فيها استنى كده اكتب له منك لله ولا بلاش حرام كنت عايز اكتب له انا منك لله بس يلا ماشي يا حمو قلبي بيت سلام سلام